اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. ما زلنا في أيام العيد، والعيد لحمة والعيد زحمة، ولكن إحنا بطبيعي الباب يخبط يجي هدية يا إما كيلو لحمة. والله إحنا عندنا لحمة الراس النهاردة عجبتنا، فدي جزء منها لأنها بتتوزع على فكرة من ضمن الحاجات اللي إحنا بنذبحها. معانا لحمة الراس النهاردة، معانا مخرجنا الجميل عمور. نجيب لحمة الراس وهي في قلب الحلة مستوية وجاهزة. تقدري تعمليها فتة، حلو. تقدري تعملي منها شوربة حلوة لسان العصفور، حلو قوي. ممكن تعملي منها حاجات حلوة قوي. أنا النهاردة أنا هوريك حاجات حلوة قوي على فكرة. بص أدي لحمة الراس أهي واخدة وقت كبير على النار وزي الفل أهي. الله إيه الحلا. أنا هطلع لك كل ده. دي لحمة الراس مستوية، واحنا عارفين في وسط البلد عندنا والناس الطيبين مشهورين بالحلويات. دي دايبة تدوب اهي. دي عايزة بس الواحد كده يشوحها في شوية زبدة مع رشة ملح ورشة فلفل ألف هنا وشف. أنا بحب القرقوشة بتاعت لحمة الراس. أنا هعملها النهاردة صينية للأمانة. الصينية دي بالبصل المكرمل، بما إن احنا في موسم البصل وعندنا بصل حلو، فهاخد شوية بصل حلو أكرمرهم مع جزر، والصينية لحمة الراس دي تخش النار. هناكل البصل والجزر ونسيب لحمة الراس. معانا بقى البامية. عيد من غير طاجن بامية باللحمة الضاني، بقى بامية بقى وخضرة، شايفين الخضار والجمال. وأحب البامية اللي فيها لونين، اللون الأخضر واللون اللي بياخد على البيتي واللون الحلو ده كده. تعالوا نعملها مع برضه طاجن النهاردة، بس أنا برضه اللحمة مسويها ومجهزها أهي. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ شوف الضاني بقى لما استوى، شوف الريحة بتاعته أهي. الضاني ده بتاع إيه الحمار والجمال ده؟ هو ده أهو. شايفين ده برضو مسوي اللحمة مع بوكيه جرنية عشان اخد اللحمة دي اقطعها في قلب الطاجن البامية بعد تسبيكة من الطماطم. طماطماية بصلاية تماية، معلقة سمنة حلوة، معلقة سكر عشان الحموضة. وانا من الناس اللي بتحمر البامية قبل ما بتنزلها في الصلصة بتاعتها عشان تبقى بشخصيتها وزي الفل. يبقى انا عندي حاجتين، لحمة الراس جاهزة هعملها بطريقة جديدة النهاردة، وعندي لحم ضاني مستوي جاهز هعمله مع طاجن بامية باللحمة الضاني. حلو قوي، عداك العيب يا مغازي. العيد بقى لازم نعمل شويه حلويات. ممكن وارد وحماتك جايه والحبايب جايين نجيب دست الجاتوه تورتايه، الحاجات دي كلها ماشي. انا عايز اعمل النهارده تورتايه بالفواكه المشكله، فواكه مشكله اللي موجوده عندك في درج الثلاجه. في منها بطيخ وعنب وتفاح وعندك موز، ممكن تحط اناناس. الفواكه اللي موجوده عندك اخليك تقطعيها وتحطها في قلب كيكه، هتكسر الدنيا. قطعة من الكيكة دي بعد لحمة الراس حكاية، رحنا في مكان تاني وكوباية الشاي والحمد لله رب العالمين وضيوفك زي الفل. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن إحنا عندنا تفاصيل كتيرة في الحلقة، ولحمة الراس دي غلبة من زمان، كنا نتخانق على ينضفها ويعملها. دلوقتي في تحديث تلاقيها اتنضفت في ثواني واتحطت في النار وبقت زبدة. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل ننتظر نشوف لحمة الراس تتقدم بطريقة جديدة، طاجن بامية باللحمة الضاني، كيكة بالفواكه المشكلة. وكل عام وحضراتكم بخير. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض هنبدا بيه. عندنا لحمه الراس، كل حاجه جاهزه عندك يا شيف. لا لسه، عشان اسوي لحمه الراس دي شغلان. ما خلي بالك التايم بتاع الحلقه بتاعتنا تقريبا ساعه صافي او 50 دقيقه بالظبط. انا عايز اقول لحضراتكم ان انت لما تخش المطبخ لحمه الراس بتاخد شويه غلبه وتقطيع وكل حاجه، ولكن دلوقتي بتجيلك متنضفه متجهزه. حتى انا كمان عرفت من المجزر ان هي بتتباع بالكيلو بالنص كيلو، مش لازم اجيب راس كبيره كلها مع بعضيها، ولكن في العائلات انا شفت الكلام ده قدام عينيا بتتوزع على القرايب والحبايب. خلونا نعمل اول حاجه، نبدا بلحمه الراس. هنعملها النهارده بطريقه جديده صينيه بالبصل والجزر. البصل ده لازم يتكرمل كويس وبطريقه صح، وناخد الكرمله والسكريات اللي موجوده فيه. بنحط طاسه على النار فيها شويه زيت زي دول كده مع شويه زبده. زيت وزبده دي اول حاجه. وهنحط مع الزيت والزبده ده يا عم الشيف معلقه من السكر. الله، هو ده سكر. سكر يا سكر، ومنين اجيب لك سكر؟ ادي شويه السكر دول كده. هو ده. ناخد البصل بتاعنا ده كده، وبتقطع شرايح، تقطع جولياني، تقطع مكعبات زي ما انت عايزها بالشكل ده. ينزل مع البصل، هو ده يتكرمل. صينية لحمة راس بالبصل والجزر، ما قادرها جزر، لحمة راس مستوية جاية، هتقطعيها وتحطها في النار عشان تسويها. بتحطيها في النار مع بوكيه جرنيه مع جزر وكرفس وبصل وشوية حبهان. المقادير على الشاشة. لحمة راس حلو،
ومعانا بصل ومعانا توم ومعانا كرفس، معانا بهارات حلوة أساس الحبيان فيها، والفلفل الرومي الجميل الحلو. شايفين أدي البصل كده بيتكرمل اهوت زي الفل. وعشان يتكرمل معايا بسرعة بغطي الحلة. بجد يا شيف؟ قطعي البصل بنفس التقطيعة دي يا ست الكل، وحطي عليه ورقتين نعناع وغطي. حلو اهو، عيش يا عم البصل. ناخد الجزر بتاعنا الحلو ده كده، دي حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس، حتى في العيد الكبير مش حرمينكم من حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس. الجزر بتقطع كده الشكل ده كده، ولازم تقطعي حتت صغيره عشان يستوي معاك بسرعه. حلو. ايه فكره الجزر بقى مع البصل؟ الجزر فيه سكريات، ده الطبيعي، والالياف بتاعته الجميله الحلوه، كمان البصل فيه سكريات، الاثنين مع بعض مع لحمة الراس هتاخدنا في مكان تاني بطعم تاني. دايما اقول تفاصيل صغيرة ولكن الطعم كبير وشكل جديد اهو. حلو. ادي الجزر التقطيع دي، لا ما يتبشرش، لو اتبشر هيقلب على حاجة تانية خالص. اتقطع كده بالشكل ده كده عشان يشرب من الشوربة بتاعت لحمة الراس اهو. حلو. نفس الكمية حلو يا شيف دي والله. انا بخليكي تربطي ما بين تشكيلة من الخضار ولحمة الراس. في ناس بقى ممكن تعمل حاجة حلوة قوي، تاكل الخضار ما تاكلش لحمة الراس، تستفيد بيه، وده مهم على فكرة. شوية جزر حلوين معانا من الروزماري، عود روزماري، طريقة جديدة. كلنا عارفين لحمة الراس بناكلها مستوية، تحمر في حتة زبدة، شوية رز أبيض، وألف هنا وشفا بعد كده. خلصنا من ده كده، تمام. أخبار البصلة إيه؟ بص على البصلة، هو ده. البصلية بتاعتنا فلة، تقليبة حلوة، البصلية لا إله، أهو، حلو. التقليبة دي حلوة، مطلوبة، أهي. الريحة ما أقولكش بقى، بص البصلية بعد ما حطيتها عليها وغطيتها، أهي. ناخد الجزر بتاعنا حلو ونسيبها تعيش مع نفسها، تاخد وقت. وسريعا كده نشوف مع بعض مقادير كيكه الفواكه المشكله، نحطها في الفرن عشان ننساها كمان. المطبخ والمنيو بتاعنا النهارده مربوط ببعض. منيو عيد بقى، كل سنه وحضراتكم طيبين. عايز اعمل كل حاجه وانا في المطبخ. الجزر كارمل بالسمنة والزبدة ومعلقة السكر، حطينا عليه الجزر وسبناه كده زي من غير توابل، أنا عايز بس الشكل كده كل ده يستوي. تعالوا مع بعض نغطيه. عينيا، مقادير الكيكة على الشاشة كالآتي. معانا تشكيلة من الفواكه اللي موجودة عندك، حلو الكلام. ومعانا طبعا في الدقيق كوبايتين، معانا البيض والبيكنج باودر والفانيليا والحليب والزيت، حلو. ولكن طبيعي اتعلمنا من الشيف المغازي، طالما بنعمل حلويات بتغيري كل حاجه قدام ايدك، تقطيع السكينه، جرافزاتك، البلانشه، كل ده مطلوب. تعالوا نشوف ازاي نعمل كيكه بالفواكه بما ان احنا في العيد. وتريحي جوزك، هات دسه جاتوه معاك، هات شويه، هات تورتايه، هات صينيه بسبوسه، مفيش مانع، هيجيبه الراجل يعني. بس انا عايزك تعمل لي حاجه حلوه في البيت تبقى لطيفه وجميله ويبقى لها طعم تاني. هناخد الفواكه الجميله دي نقطعها مع بعض كده. شفت انا اشتغلت ازاي؟ الحاجه اللي بتاخد وقت حطيتها على النار ونسيتها، حلو الكلام. اول حاجه هناخد الفواكه دي نقطعها بشكل حلو، خليها هنا كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، سكينه، الموز، فواكه يا شيف عادي، فواكه طازه هنعملها كيكه. انا اعرف الانجليش كيك اللي احنا عارفينه بيتعمل بالفواكه المجففه اللي هو اليميش والقراصيا والزبيب والحاجات دي كلها، ولكن فواكه طازه اصبري معايا يا ست الكل. وشوف انا هعمل ايه دلوقتي مع الموز اللي الولاد مش عايزين ياكلوه. قطع كده التفاح الحلو ده بالشكل ده كده. الله على ريحه البصله وهي بتتحمر مع الجزر، وده التفاح بتاعنا الجميل الحلو. نعم، افتح لك الحلة، عينيا، عايز تشوف الحاجات الحلوة اللي فيها؟ بص على الحلاوة. حلو.
وادي التفاح بتاعنا. في عنب؟ في عنب، كل انواع العنب موجود. اه، والعنب اللي جاينا ده من غير بذر، اختار العنب اللي يكون من غير بذر عشان ما تبقاش حماتك عندك وتلاقي بذرايه في قلب الكيكه هي مش تعرف ان دي بتاعت عنب، بقى هتتعمل ايه مش عارفين، فخليك انت كده ايه بعيد عن الايه الشبهات. ادي العنب يتقطع كده، ده ما فيهوش بذر. قطف كده، انا بحب الكيكه دي على فكره، باكل كيكه باكل فواكه. ده ايه؟ اسمه خوخ. سكر، ده طعمه حلو زي العسل قوي على فكره. وانا احب الفواكه بقشرتها، الالياف بتاعتها دي على فكره، مشاكل الامساك، مشاكل القولون، الحاجات دي حلوه على فكره. فواكه بقشرتها الطف حاجه. التقطيع دي مطلوبه كمان. واحده هتحط بطيخ؟ احط بطيخ يا فندم والله، في قلب الكيكه احط بطيخ، ما هي في الاخر هتتحول سوائل. والله كنت جايبه بطيخه حلوه ولقيت حته حلوه في الثلاجه. وادي البطيخ، الا البذر، اوعى تحط البذر بتاع البطيخ. لقينا بذريه اهي، خلي بالك هيبقى موقفك وحش قوي مع تيتا و... البنات اللي بتتعلم مطبخ. شفت يطلع لي بذريه، خلي بالك الحاجات دي مطلوبه. لاحظوا ان انا بقطع بالراحه هنا والمخرج بيقول لي اوعى البذريه، شايفين؟ بطيخه اهي، حلو. بطيخ، كل ده شيف. كمان بطيخ، بطيخ مع الكيكه اول مره اشوف الموضوع ده. في بذريه اهي قاعدالي جوه دي ليه؟ حلو، بس تمام. هعمل ايه بعد كده؟ قرفه ناعمه، قرفه ناعمه، بسم الله الرحمن الرحيم، قرفه ناعمه. ارفع البطيخ، ارفع البطيخ، عصرة ليمون على البطيخ، عصرة ليمون على البطيخ، حلو الكلام؟ معلقتين من الدقيق، بس خلاص. نقلب دول مع بعض ونخليهم على جنب. دي أول حاجة أنا عملتها، أول حاجة عملتها قطعت الفواكه. لما تحط عليهم دقيق. حلو؟ عملت إيه يا شيف؟ قطعت الفواكه، حطيت عليها قرفه ناعمه، وحطيت عليها معلقتين من الدقيق. ليه حطيت دقيق بقى يا عم الشيف؟ عشان الفواكه دي ما تتعجنش مع بعضيها وتبقى في قلب الكيكه كل واحده لها شخصيتها. حلو، خليها على جنب. تمام، بقيه الموضوع عندي. بجيب بوله تانية خالص، وعندي مقادير الكيكه 3 بيضات، حلو، بنحط الفانيليا على البيض عشان الزفارة، ده الطبيعي. في المقادير عندي سكر 1/2 كوب ولا 1 كوب، والفواكه غنية بالسكريات. بنخلط السكر مع البيض يا عم الشيف مع الفانيليا، مخرجنا الجميل بص على الحلاوة هنا، هو ده هو ده هو ده. شوف القوام ده كده. البيض يتخفق مع السكر عشان سرعه الخفقان. حلو، بص الحلاوه هو ده. بنفس الشكل ده كده لغايه كده، فل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط الزيت بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، رشه ملح صغيره للامانه هنا. شويه زيت، نقلب الزيت ده كده، يبقى زيت سكر. شوف القوام هنا بقى غليظ ازاي، مجرد ما حطيت الزيت. لو خفقت شويه كمان هيطلع معايا مايونيز، حلو الكلام. هنحط يا عم الشيف، هو ده هو ده، حليب 1 كوب، بس تمام زي الفل. بص بقى التركايه، نعناع اخضر. يا ويلي يا شيف، ايه ده؟ ايه الافكار الحلوه دي؟ دي مش موجوده في المكرر يا استاذ رحاب، ده مش موجوده. هو ده هو ده، زي ما هو. اوعى تحط العرق بتاع النعناع، الله يوفاك. مرار، ربنا يكفينا شغل المرار. هنشيل كل ده من هنا ونجيب معلقه خشب زي دي كده، ونقلب الخليط ده كده. ننزل بالدقيق بتاعنا بعد ما نضيف له البيكنج باودر، دقيق وبيكنج باودر، مواد جافه لوحديها.
بناخد ده كده ونقلبهم مع بعض. المضرب ملوش مكان بينا. هناخد الخليط ده يا عم الشيف في قالب لطيف حلو، ولازم يكون له القوام ده كده اهو. شفت الحلاوه دي كده اهو. عايزه كمان شويه دقيق كفايه. يبقى انا عندي اتنين خليط. متابعين الحلقه من البدايه، بعد ما حطيت البصل يتكرمل مع الجزر على النار نسيته خالص، قطعت فواكه بالشكل دي كده، تشكيله من الفواكه اللي موجوده عندك، ممكن تكون انت احسن منه وعندك فواكه احسن من دي مفيش مشكله. خلطنا المواد السائله اللي هي البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا، حطينا الدقيق اهو والحليب. يبقى عندي اتنين ايه مقدار. نجيب القالب بتاعنا اللطيف الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، ونحط الفواكه الحلوه دي كده على الخليط ده كده، ونقلب كده الكميه ديت اهو في القالب بتاعنا اللطيف ده كده. شفت ازاي اهو. ونحط جزء من الفواكه هنا. الله اهو. وناخد الخليط بتاعنا ده كده. تسلم ايدك يا شيف والله، ايه الحلاوه دي؟ اول مره اشوف الكيكه تتعمل كده. احنا هنروح احنا مع بعض، وانا حطيتها في اول الطايم بتاعنا. دي عايزه لها تقريبا من 30 ل 40 دقيقه، واعتقد ده الطايم اللي باقي عندنا. هنشوفها مع بعض دلوقتي حالا اهو. بيسالوني في الكنترول ليه حطيت شويه فواكه في ارضيه القالب، ما قلبتش الفواكه كلها. سؤال حلو قوي، عجبني السؤال ده على فكره، لان انا الفواكه اللي انا حطيتها في ارضيه القالب ده مقدار الكيكه ده هينزل عليها ويتبصم عليها بصمه معويه في الفرن. طبعا لما بتتعرض على درجه الحراره بتاعه الفرن هتلاقي الفواكه اللي انا حطيتها في قلب في الارضيه من تحت خالص وصل لها مقدار الكيكه. اه عينيا زي الفل. هنقلب كده ونظبط الدنيا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، الريحه الحلوه دي. اه ادي القالب فيها عنب، فيها نفسك في البطيخ، فيها في الخوخ، فيها اهو اهو. دي فيها خبره طهويه يا عمور والله. شفت العنب شبه البلوبر في قلبيها. انا حاطط العنب الاسود ده عشان الاولاد بيحبوا البلوبر، سعره غالي. العلبه بتعمل كام؟ هو ده هو ده اهو. ادخلها الفرن بالشكل ده كده. اه لو في فراوله انت ابن حلال والله، لو في فراوله ماشي. درجة حرارة الفرن عندي 180، دي مكانها فين في الفرن؟ الطبيعي إن أنا لازم أظبط الفرن بتاعي، دي ما ينفعش تتحط على الشبكة خالص. حلو الكلام، هو ده مكانها. أه يلا بينا. أه بسم الله الرحمن الرحيم، هو دي. يلا بص عليها كده، بص عليها وصلي في قلبك، صلي على الحبيب قلبك يطيب. كيكة من تشكيلة الفواكه فيها ما لذ وطاب، نفسك في البطيخ فيها، نفسك في العنب فيها، نفسك في التفاح فيها، كل حاجة زي الفل. هنقفل الفرن بتاعنا وعد بالظبط كده بسرك لمدة 30 35 دقيقة، هتلاقي عندك كيكة فيها كل العناصر الغذائية وتناسب أيام العيد، لأن مش هتلاقيها عند فكهاني ولا هتلاقيها عند محل حلويات ولا هتلاقيها في أي محل خالص غير عندك أنت وبس. تبقى أنت معاك حق الإيه؟ حق الاختراع. فاصل صغير ونرجع ونشوف مع بعض لحمة راس صينية بالجزر المكرمل والبصل، ومعانا كمان بامية باللحمة الضاني. قلب الصغير لا يتحمل، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طاجن باللحمة الضاني، العيد ما يعديش الا بالطاجن ده، واحنا المصريين شطار في عمايله قوي. اخوان اللبنانيين او الشوام لهم طريقة كده في عمل البامية، بتتحمص وتتقلي تتقلب على فستق او على لوز، وفي الاخر تخش على الصلصة. دي طريقة اخواننا في الصعيد وحبايبنا بيعملوها الويكه. حلو الكلام، او اللي هي الباميه اللي بتتقطع دي وتتعمل مع الكزبره الخضراء. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طاجن باميه باللحمه الطري على طريقه الشيف البوغازي. مقاديرها على الشاشه. باميه والله العظيم متقطفه وطازه، وبحب الباميه اللي فيها لونين بعشقها، والصغيره الحلوه دي كده. حلو تاكل نيه. على فكره الباميه ممكن تتعمل سلطه زي ما هي كده، تتسلق وتاخد تومه وكزبره وزيت زيتون والف هنا وشفا. معانا طماطم مضروبه في الخلاط، معانا بصل وتوم وكزبره خضراء وفص مستكه. الله عليك، وفص مستكه. اه
اول حاجه هبدا بيها فص المستكه. ايه ده شيء؟ ايه الجديد هنا؟ هو ده الكلام. ومعلقه زيت صغيره مع فص المستكه، هي دي الريحه. انا بعمل لحمه ضاني، اللحمه الضاني مشكلتنا معاها الزفاره بتشمها. حطيت فص المستكه في قلب الطاسه مع الزبده، وانزل البصلية بتاعتي تتحمر. الف انا وشيف. حلوه تقليبه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا على البصلية دي، عايز اعمل شويه تخدعه حلوين. نعم الكيكه في الفرن انا انساها، انا قلت لك بعد 30 35 دقيقه. دورك يا مخرجنا يا عظيم تفكرني بيها. الله يوفقك يا رب ويعدك بزياره النبي. مكعبين زبده، قول امين في قلبك. نقلب كده. حلو. الزبده تساعد على احمرار البصله وكرمالتها سريعا. اخواننا على السوشيال ميديا حبايبي، الزبده بتساعد على احمرار البصله وكرمالتها سريعا. التقليبه الحلوه دي كده. توابل الباميه ايه بقى يا عم الشيف؟ رقم واحد ابعد عن الكركم، ابعد عن الكاري، ابعد عن الحاجات دي كلها. شويه بابريكا، ملح وفلفل، شوية كمون. حلو الكلام. وملح وفلفل وشوية كمون، ده على البصلاية كده عشان تاخد ايه طعمه. وانا البامية دي هعمل لها طشة كده بالكزبرة، هتعجبك قوي على فكرة. حلو الكلام. مش كزبرة ناشفة، كزبرة خضراء. نقلب دول كده مع بعض. حضرت البصلاية للطماطم. الله على البصلاية اهي، البصلاية والتومة جاهزة. حلو قوي. ننزل بصوص الطماطم بتاعنا. حلو. سيبه على النار كده يتسبك. طبيعي صوص الطماطم ده عايز مني معلقه سكر. جوزي عنده حموضه ومشاكل مع القولون، طالما في طماطم يبقى في معلقه سكر. معلقه معجون طماطم حلوه. ونقلبها في بعضيها كده. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك اهو. حلو قوي. اللحمه بتاعتنا هنا فله خلاص على وشك تستوي. اللحم الضاني نبص عليه كده مع بعض. طلع لك حته لحمه ضاني تبص عليها. بص عليها اهي 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 اه. عند الباميه، عند الباميه اهي اهي الباميه اهي. اللحمه اهو، شوف اللحمه هو ده اهو. شفت اللحمه هي دي اهو اهو اهو. الله اهو. ونسيب ده يستوي كله مع بعضه اهو. البامية تنزل بقى اخر حاجة غلوة وترفعها من النار. انا احب البامية بشخصيتها ما تتهريش، عشان نفصل ما بين الويكة وما بين البامية. ودي الشوربة بتاعت اللحم. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ نقف محطة هنا سماها محطة الابداع المغازية. والله تقدر تحط بطاطس هنا متقطعة كريهات وتبقى صينية البطاطس باللحمة الضاني. حلو قوي. عندك قلقاس تبقى هنا طاجن قلقاس باللحمه الضاني. احنا واقفين مع بعض بنطلع اكلات. جوجل ايوه خلي بالك، جوجل يعمل جنبنا ايه. حلو. عندك باميه دي معانا النهارده، عندك بطاطس قطعها مكعبات يبقى صينيه البطاطس باللحمه الضاني، عندك قلقاس نفس القصه، عندك قرنبيط نفس القصه، مفيش اي مشكله. تشكيله من الخضار بسله مع جزر مع الحاجات اللطيفه اللي بنحبها بنفس القصه، طالما عندك التاسيسه الحلوه اللي انا مأسسها دي كده. بس دي لازم تغلي على النار وتتسبك اهي اهو. ظبطيها ملح وتظبطيها بهارات وزي الفل. تمام احنا كده خلصنا. نشوف اخبار البصله. بص بص على الشاوه، بص هات من تحت كده، هات من تحت وسمي. شفت البصل الكرمل ازاي مع الجزر؟ اوسع. حاضر يا فندم. اوسع اهو. شفت الحلاوة؟ بص على الحلاوة، بص على الجمال ده كده. ايه الحلاوة دي؟ جزر فين؟ جزر مش باين من البصلاية. هو ده. حلو قوي. ايه الحلاوة دي؟ ما حطيتش انا بهارات ولا اي حاجة، خلي بالك. انا زي بصل وجزر بس. حلو الكلام. كل اللي انا اعمله هاخد ايه؟ معلقة هريسة حلوة. حلو قوي. في قلبيها كده. وشوية بقدونس. حلو قوي. دي اللي لحمة الراس. طريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. مش هحط سكر. لا حاطط معجون طماطم بس مش هحط سكر. ليه؟ لأن عند الجزر فيه سكريات وعند البصل فيه سكريات. وأقلب كده على النار.
حلو قوي. شويه فلفل اسود فريش. الله. لا بصراحه انا عايز البصل مع الجزر ده، ولا عايز لحمه الراس، ولا عايز اي حاجه، هو كده ده يخنه لطيفه جميله. حلو. شويه بابريكا حلوين عشان تبقى فيها شويه سبايسي، وشويه كاري او كركم. اهو حاضر اهو. كمان عينيا والله ريحت. شويه زعتر. يلا ده في قلب البصلايه الحلوه، ونقلب دول كلهم مع بعض تاني. اتكرمت البصله، اتكرملت. زي الفل. نعمل ايه بعد كده يا عم الشيفويه على النار كده؟ بناخد شويه شوربه من شوربه لحمه الراس اللي عندي دي. الله اهو. شفت شفت شوف الشوربه والدسامه بتاعتها. بص 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 على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. يا ويلي انا فرحان قوي وانا واقف جنب الحله. لا لا الريحه دي دور عليها في اي كتاب، في اي كراس، في اي مكان مش هتلاقيها. بصل مكرمل مع جزر مع خبره طهويه في قلب الطاسه اهو، وانا شغاله اهو اهو اهو. صينيه لحمه الراس بالبصل والجزر وحقوق الطبع لدينا وبس اهو. الله اهو. لسه ما خلصتش اهو. الله على الحلاوه. لسه ما خلصتش اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ اهو. سيبهم على النار. نعمل التركيه بتاعت المغازي. الجميله الحلوه اللي هتحبك. بوله صغيره. معلقه نشا صغيره. الله عليك حبيب قلبي. اهو دي معلقه النشا. على معلقه النشا دي يا عم الشيف عصره ليمون. يا ويلي ايه الجمال ده يا شيف؟ حلو قوي. شويه ميه. لا مش هحط كريمه لباني، هي لحمه الراس ده اصلا بقى دسمه. الكريمه اللباني دي لما تعمل وايت صوص بشاميل وملوش مكان بينا خالص. هو بخرج بس يشم حاجه، اي حاجه بيضه. يحط يقول لك ايه، نحط ايه كريمه لباني. ليه الكريمه اللباني غاليه؟ وفي ناس كده اول ما تسمع ازواجهم يقولوا كريمه لباني يتخض قلبه. العلبه بتعمل الشيء الفلاني. ليه كريمه لباني؟ ده دي مش معلقه نشا. تعال بقى شوف معلقه النشا ده تعمل ايه. هتقلب كيان الطاسه دي. الطاسه دي فيها خبره طهويه. بصل متكرمل وخد وقته على النار مع جزر، كل دول خد وقتهم على النار مع زبده مع فص مستكه. بعد ما استوى نزلت بالشوربه بتاعت لحمه الراس هنا اهو، وننزل كده هو ده اهو. اوعى تحط كريمه لباني وتسمع كلام عمور، خلي بالك. لس لس لس. انا باسس عندي لحمه راس مستويه دايبه. مش هقلبها. انت منتظر ان انا اقلبها؟ مش هقلبها، مش هقلبها خالص دلوقتي. هنجيب الصينيه الحلوه الطاجن. والله انا مش عايز اعملها في الطاجن ده. والله بصراحه لا لا، تتعمل هنا صينية كبيرة كده عشان تلم العيلة كلها. دي أحسن. أخبار الكيكة إيه؟ حكاية. في قلب الصينية دي كده يا عم الشيف. ناخد لحمة الراس بتاعتنا الحلوة دي كده. بص على لحمة الراس أهي. معاها جزر. معاها طماطم. الله. لحمة الراس دي إحنا دايماً ظالمينها. يقول لك يا عم مفيش فلوس جبنا لحمة الراس. لا بالعكس، ده اللي ياكل لحمة الراس دي ياكلها بقى ويدعي لي. بجد يعني اهي. بص دايبه اهي. غيرت انا من الطعم خلي بالك، يعني كلنا نشم ريحتها وعند المصمت ونعدي بقى قافلين مناخيرنا والجو ده خالص. شفتي. الله طعم جديد. تفاصيل صغيره والطعم والشكل جديد. خدت كل لحمة الراس. حلو قوي. ونشيل دول مش عايزهم، الشوربة دي. عايز تشوف هنا ايه؟ حاضر يا غالي. بص على الحلاوة بقى، بص على القوام، بص هنا في شخصية. معلقة نشا في شخصية للصوص ده كده. يلا معايا؟ يلا معايا؟ يلا. الله. ايه ده يا عم الشيخ؟ ايه ده؟ ايه ده؟
ألف أنا وشفا للي ياكل. آه. كرملت البصل مع الجزر، خد لحمة الراس في حتة تانية خالص. دي عدالة يا عم الشيف، شوية رز أبيض. رز أبيض يا عم الشيف بمعلقة زيت وفص حبهان وشكرا. اسمع كلامي بس. وبألف أنا وشفا للي ياكل. عدلها معلقه والواحد ياكل ينقي الجزر والبصل كده وياكل. اه معلقه النشا هي شخصيه الصينيه دي. فرن جاهز. ها دي هتخش الفرن، خش الفرن تاخد لون. عينيه عينيه، اللهم صل على النبي. لا ده تبروزها دي. ايه ده بروزها يا عمور. العب. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلها الفرن. يلا يا فندم يلا يا فندم. اهي اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بص عليها، بص ايه الجمال والحلاوه دي. والصوره تسبق المعنى والكلام في قلب الفرن. ايه الجمال ايه الجمال ده. خش عليا، خش بقلبي جامد. صينية فيها خبرة طعوية مع تشكيلة مع لحمة راس مع بصل وحقوق الطبع لدينا. وبس دايما بنقولها على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية حتى في العيد، مش حارمينكم من حاجة. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. جددت لو مكاني. كل عام وحضراتكم بخير. الطاسة والصلصة بتتكلم ضاني. طاجن باللحمة الضاني بامية لازم في العيد بالطريقة دي. سامعين الصوت ده كده؟ تاني. اوه هو ده. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. البامية عندي جاهزة، والبامية لما بتكون طازة تستحق كل حاجة بصراحة. أنا ما بحبش البامية المجمدة، بس لو ما فيش غيرها نجيب المجمدة. بس أحب البامية كمان اللي هي واخدة لونين. شايفين اللون الحلو ده كده؟ اه اللون البامبي. اه اللون الاخضر. والشطاره بقى ان الباميه دي تخضر في قلب الصلصه دي. الخبره الطهويه لازم تنزل على صلصه معتقه زي دي واخده الملح بتاعها، واخده الملح بتاعها، لان وجود الملح في الماء المغلي او الصلصه المغليه بيساعد على خضار اللون، سواء باميه سواء بسله سواء فاصوليا خضراء سواء بروكلي. حاجات الخضراء. سواء سبانخ. لا الليمون بعد ما تبرد خالص يا استاذه رحاب من فضلك، فيتامين سي لا يتعرض للحراره. حلو الكلام. هو ده نقلب كل ده مع بعضه. عشان نستفيد بيه. الليمونه دي وبعد ما تطلع من النار قلب معايا قلب معايا وشوف الزلزال ده كده. هو ده. جيب اللحمه يا شيف. ايه ده ايه ده. شفت؟ لا شفت شفت القروشيه دي. بص بص بالله عليك بص بص. ايه اوبا ايه ده ايه ده. اجيبها منين بقى؟ اجيبها منين؟ ادخلها عاد بطل ازاي بس؟ هي اللحظات الحلوه ما بتتجاش تاني. اهو القروشه دي العظمه دي شيلها بره اهي. سايبت من اللحمه لوحديها. قلب. لا انت بتهزر. انا عامل حسابي عامل حسابي يا غالي. بص على الحلاوه دي. الشوربه اهي الشوربه بتاعتها. سيبها على النار تغلي بقى. دي الباميه. العيله بالله عليك لما تعملي دي خدي شويه لحماتك. هتزودي درجاتك عندها. بجد والله. وهتاخدي كذا نقطة يعني. خلي بالك يا مثلا لو اتنين متجوزين في العيلة وبتاع، انت اسمعي كلامي بس وخدي معاك شوية البامية دول. قولي لها شفت الشيف المغازة عملها على شاشة القناة الأولى؟ بجد عجبتني يا تيتا. وأبوس إيديها كده الله يرضى عليك. هي جابت لك الراجل الجميل الحلو اللي أنت عايشة في كنفه ده. خلي بالك ده أم. خدي لها من البامية دي اللي أنا عاملها دي. لسه ما خلصتهاش أنا. لسه هلبسها الكوشة. هعمل لها طشه بالكزبره الخضراء جميله جدا. هنغطيها نغطيها. لازم تغلي. خد بالك يا عمور لازم تغلي دي. لازم تبكبك وتسمع البكبكه تاني من جديد. غطيها وانساها شويه. عايز انت بترسم على اللي في الفرن. لا 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 الفرن يستاهل. بص الفرن فيها يا غالي. في لحمه راس وحقوق الطبع لدينا وبس. اللهم صل على النبي. لا بالله عليك انا مش هطلعها غير لما تشوف تجيبها. ايه ده ايه ده ايه الصوره تسبق الحديث ده. يلا طلع يا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بهديلك دي جاي في الاخر. انت محظوظ. والله بص بص عليها. حكايه حكايه.
خد راحتك خالص، مش حرمك من حاجة. هدوء، ها هدوء مع صورة حلوة. نعم حاضر عيني، بقول لي قلبها لي كده، جيب لي التفاصيل بتاعتها كده. حاضر يا غالي، حاضر يا غالي، بس سامحني لو أكلت منها. الجزر، شفت 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 اللحمة الراس دايبة. بص بص بص، شفت اللحمة الراس؟ بص هيبقى ازاي؟ لوحديها تتخاني الشوكة مع الشوكة. ألف أنا وشفا، وكرملة البصل ألف أنا وشفا. دي يا فندم ألف أنا، معاها بصل معاها جزر ألف أنا وشفا، ألف أنا وشفا. دي مش عايزة حاجة، دي عايزة للأمانة شوية رز أبيض بس، وخلص الكلام. ايه ده يا عم الشيف؟ ده روزماري، عشان بس الصوره تطلع ايه بالشكل ده. حلو. طيب الباميه اخبار ايه؟ تعالوا نعمل الطشه بتاعت الباميه مع بعض. طاسه على النار، طشه الباميه، كزبره خضراء معانا، كزبره خضراء معانا، فص مستكة معانا، توم. حلو الكلام. خلي بالك الاطفال ما يخشوش المطبخ. حط التومه، خلي بالك من الطشه دي، مش الفته طشه وبس، كمان الباميه لها طشه اهي. شايف الجو ده كده؟ فص مستكة عشان الضاني فيه زفاره شويه اهو. واستنى على التومه هسه، ما تخليهاش تحمر يا امي يا خالتي يا عمتي. كل ما تعملي فته عينك على التومه اهي، تاخد اللون ده كده. ننزل بالكزبره الخضراء. لا 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 تكذبي، هو ده. دي على فين؟ اهو بطاطا حاره بنلاقيها، دي معروفه اكله لبنانيه معروفه، بطاطا حاره، تومه، كزبره. هو ده، دي محطات يعني، وانت شغاله كده تلقطي مني الاكلات دي. خلي بالك شويه بطاطس قطعهم مكعبات، حمروهم في الزيت، حط عليهم الخلطه دي. رحت على لبنان وبيروت والحمراء، اكلت بطاطا حاره، طبق مشهور جدا عندهم. هاتي دجاج صدور وقطعيه، دجاج بالثوم والليمون، هو هكذا. هناخد مع بعض الباميه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بص بص على الشاوة. طاجن باميه باللحمه الضاني بيتكلم مصري. لسه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ تركايه صغيره واحنا مع بعض كده. عايز اشم ريحه الطشه بتاعتها. هو ده، هو ده. وارجعها تاني بالشكل كده. الله. دوري في الكتب، دوري في الكراريس، دوري في اي بحث انت عايزاه، حقوق الطبع لدينا. وبس كزبره خضراء مع التومه عملت قلبان جوه الباميه الحلوه دي. عينيا. سيبها على النار شويه عشان نطلع الكيكه بتاعتنا. في كيكه في الفرن، كيكه فيها كل الفواكه اللي نفسك فيها، حتى البطيخ. الله، بص بالله عليك تبص عليها في الفرن قبل ما تطلعها. غزلها، الحاجة الحلوة بنغزلها. ايه الحلاوة دي يا عم؟ بتطلعها من الفرن؟ يلا بينا. فيها كل أنواع الفواكه، اللهم صل على النبي. لا البطيخ، هوريك البطيخ دلوقتي. مش داخلة راسه حاطط البطيخ في الكيكة ازاي؟ البطيخ ده شوفه مع حتة جبنة قديمة، حتة فطيرة مشلتت. لا جيب البطيخ بالله عليك، شوف البطيخ فين مكانه؟ معلقة الدقيق اللي أنا حطيتها على الفواكه وقلبتها هي اللي مثبتة مكانها ومثبتها في المكان الحلو ده كده. حلو، اي فواكه طازه جايباها، معلقه دي وشويه قرفه، استخدميها زي ما انت عايزه. تعالوا نشوف الباميه اخبارها ايه. نغرف الباميه دي خلاص، نغرف على قد الطاجن بس، احنا معانا الحبايب هتاكل. خلصنا وقتنا ولا نسيبها تغلي شويه؟ بالله عليك لو قدامنا 3 دقايق قول. زي الفل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ زود اللحمه ولا الباميه؟ انا شخصيا عايز الصلصه وعايز شويه رز ابيض. انا من الناس اللي مع الملوخيه والباميه، احط ده على الرز الابيض واقعد اقلب كده لغايه لما كله يدوب مع بعضه ومحدش بقى ينساني ولا يبص عليا. ولو ما غرقتش هدومي وانا باكل ما بقاش باكل باميه ولا ملوخيه. حلقتنا النهارده بسيطه وسهله، فيها شويه حب. كل عام وحضراتكم بخير. انا دوري ان انا اخليكي تعملي اكل بطريقه سهله وبسيطه باقل تكلفه ممكنه. جبنا لحمه الراس عملناها بشكل جديد،
مش هتلاقي غير عندنا وبس على شاشه القناه الاولى. يعني لازم نسمع من حضراتكم حقوق الطبع لدينا وبس. عملنا طاجن باميه باللحمه الضاني بيتكلم مصري، بهديل الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره، وبقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين وكل اخواننا. عملنا الكيكه الجميله، طبعا دي ما ينفعش اقلبها غير لما تبرد، ده الطبيعي علشان تاخد شكلها. كيكه فيها كل انواع الفواكه حتى البطيخ ما سلمش منها. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرون.